إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحبتي في الله، درسيًا ودرسي تدوات كان مدأة دروستي إنو سسعتي مادة التعبير، وحان صوت ميني الدرس الأول وكاكوبنا أفر حوار، وحان نغسو حوغي الدرس الثاني وكاكوبنا لب حوار الليح عشر بيسكوين. ما أنت وحان قد بينا الدرس الثالث الحوار الأول الصلاة وكساب سنيهاي في المسجد، مسجد كي كساب سنيهاي مركا سيدة عادة وحيد حوارنا قادرنا كدب أسئلة مات، لكن ما أنت أسئلة دي با صبر كالغسي كدب تدريبات كالتوصلو قليا تدريبات. التدريب الأول تدريب كان واه شفهي أوكي أفك توصل ويدنا وكجوابي وحل قرأي ملحن. انظر إلى هذه الصورة ثم أجب عن الأسئلة الآتية، ثم أجب عن الأسئلة. صورة ما شكوه صورا ومسجد. الأسئلة: ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى فيه أو أرى في الصورة مسجدا، مسجد بانكو أركا صورة ده. ماذا نفعل فيه؟ مسجد كقديس سبحانك سمينا. ماذا نفعل فيه أي في المسجد؟ نصلي فيه خمس صلوات كل يوم، وحانك تكنا مالين والبا شن صلاضوت. ماذا في المسجد؟ في المسجد إمام وجموع المصلين الذين يؤدون الصلاة. إمام إيدتك صلاة كتكنا والله قد حيلا مسجدك، وفيه مصاحف للقرآن الكريم، كتب مصاحف قرآن باتالا إيوه قلب كلوك لدوان، وفيه مروحة أيضا هو الله بضم بو مساجدك قديسة لقه الكرام. مركا جواب تاس صار بتاذوك جواب كرتا. أين يقف الإمام؟ يقف الإمام في المحراب، يقف الإمام في المحراب. كم صلاة تصلي في المسجد؟ أصلي في المسجد خمس صلوات في كل يوم. ما اسم النداء الذي تسمعه عندما يحين موعد الصلاة؟ طواق أدمق شمحويه مرك صلاة إيسودواته. النداء الذي أسمعه عندما يحين وقت موعد الصلاة هو الأذان، هو الأذان. من ينادي للصلاة؟ المؤذن ينادي للصلاة. ماذا تفعل قبل أن تذهب إلى الصلاة؟ قبل أن أذهب إلى الصلاة أتوضأ، أتوضأ. هل المسجد بعيد عن المهجع؟ نعم المسجد بعيد عن المهجع. كم مسجدا في الجامعة؟ في الجامعة مسجد واحد. هذوك هل كبدني هنا وحل ذاي لو مسجد سدح مسجد وشيء. طيب التدريب الثاني: رتب الكلمات في كل سطر لتكون في كل سطر جملة مفيدة. كلموينك رتب الكلمات في كل سطر، سطر كستكمل كلموينك ان كلا غوغان اما كلا تتكسن سو اروري جملة مفيدة كسمعي لتكون من كل سطر جملة مفيدة. طيب نؤدي هو المسجد، فيه المكان الصلاة، الذي المكان الذي نؤدي فيه الصلاة، نؤدي فيه الصلاة هو المسجد. المكان الذي نؤدي فيه الصلاة هو المسجد. طيب نمبر كلاوات: المصلي أمام الإمام يقف. الإمام يقف أمام المصلي، الإمام يقف
أمام المصلي. طيب الصبح صلاة اذهب مبكرا إلى لأصلي المسجد. الصبح صلاة أذهب مبكرا إلى لأصلي المسجد. أذهب مبكرا إلى المسجد لأصلي صلاة الصبح. لأصلي صلاة الصبح مرات للصلاة المؤذن اليوم خمسة في يؤذن. المؤذن يؤذن في اليوم للصلاة خمس مرات. المؤذن يؤذن للصلاة في اليوم خمس مرات. أما خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم. المؤذن يؤذن للصلاة خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم. طيب نحن في نصلي جماعة دائما المسجد. نحن نصلي جماعة دائما في المسجد، دائما في المسجد. نحن نصلي جماعة دائما في المسجد. طيب التدريب الثالث، املأ كل فراغ بالكلمة المناسبة. املأ كل فراغ بالكلمة المناسبة. المسجد داش المكان داش نؤدي فيه داش. المسجد هو المكان الذي نؤدي فيه الصلاة، الذي نؤدي فيه الصلاة. يؤذن داش للصلاة داش مرات داش اليوم. يؤذن المؤذن للصلاة خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم. صلاة داش أفضل من صلاة داش. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، من صلاة الفرد. الصلاة داش من النوم. الصلاة خير من النوم. قم إلى الصلاة متى سمعت الأذان. قم إلى الصلاة متى سمعت داش. قم إلى الصلاة متى سمعت الأذان. طيب التدريب الرابع، رتب العبارات الآتية، رتب العبارات التالية لتكون فقرة مناسبة. رتب العبارات التالية لتكون فقرة مناسبة. وأعود إلى المهجع ثم أذهب لأصلي. أستيقظ من النوم مبكرا فأستاك وأنظف أسناني وأتوضأ للصلاة. عبارات كاس وإلى شن عبارة قد هبه وحكسمي سا فقرة. فقرة وحواي معناها باراجراف كسمي معناها فقرة سوضته أو معناها باراجرافهان وهبه. طيب هذا ويك لو جوين جملة كست أما عبارة كست جوني وجوانتها إنت أسكو كينتو فقرة مناسبة أو توصن كهبه كهجاجي. طيب أستيقظ من النوم مبكرا. مركا أردد كسوك عدان كباللاوين. أستيقظ من النوم مبكرا فأستاك كدبوان عضيسنيا وأنظف أسناني الكيجا أيان نظيفنيا ثم
وأنظف أسناني وأتوضأ للصلاة وحان أويسي سنية صلاة ثم أذهب لأصلي في المسجد انت كدب وان بحيا سي أن أغسو تكذو مسجدك وأعود إلى المهجع وأعود انت كدب وحان كسو الله وانا يا هدنا مهجعي مركا أستيقظ من النوم مبكرا فأستاك وأنظف أسناني وأتوضأ للصلاة ثم أذهب لأصلي في المسجد وأعود إلى المهجع كذب حنك صلى الله عليه وسلم مهجع طيب أنت أحنا درسي تدوات عدنا سكال أولينا درسي سدحات حوارك كوات سنصو شيئي درسي الدرس الأول وحولها أفر حوارات وحنك صبحي أفر درسي الدرس الثاني وحولها لو حوارات وحنك صبحي وحنك صبحي لو الدرسي اسكدر واللح الدرس الثالث الحوار الأول وما أنت عن قادنا وقيبتي تدوار مركب ما دد تعبيرك وحمرينا درسي سدحات الحوار الأول ترى عجلتنا وحمرينا عجلتي تدوار وأنا ما سنتين دمان صحابتك تحن إمام شافعي ميديا هي إمام مالك وحان رجينا يا إن تكفى الدين لغة عربي وحبلا إن شاء الله جارسية دمان أصحابته ولا الذين أوباهن لغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.